لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، ما معنى المحافظة على الصلوات؟ ما معنى هذا؟ معناه أن تحافظ على ما تكون به الصلاة صلاة، بأن تجتنب ما كل ما يجعل من صلاتك ليست بصلاة. المحافظة عليها بأن تحافظ على أوقاتها وعلى شروطها وعلى أركانها، وأن تواظب على ذلك حتى تلقى الله. يقول روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نجاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأني في الجمعة الماضية عندما حدثت الناس وقلت لهم للمصلين الذين يبلغني عن طائفة منهم يصلون خارج المسجد، ويبلغني عن طائفة منهم أنهم يتبعون الطريق إذا مالت مالوا، قلت لهم: يا معشر المصلين، خصوصا أنتم الذين خارج المسجد، انتبهوا إلى القبلة ماشي للطريق، إن استقبلوا ما يستقبله إخوانكم الذين هم داخل المسجد، دارت الطريق دور دبر راسها الطريق، انت خليك مع القبلة. فبعد أن انصرفت لقيني إنسان ممن صلى معنا، قال وكان صلى برا، قال: سبحان الله، شحال مرة تعاودها؟ وعاود كاين شي ناس صلوا، يعني كيجي مع الطريق الدور الطريق واحد شويه يدور، دا الدور الطريق واحد شويه كتلقى شي صفوف ليه مستقبلين الهرهوره. واش تسمعوا هذا الكلام؟ من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه. انت محتاج هذا الشيء، يعني دابا انت هذا الانسان الذي لا يعتبر هذا الشيء على 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 وجهية، لا يقدره قدره، عايش في الصالحات، ما تتزكاش من فعل الخير، يعني انت الا خسرتيها هنا راه انت معوضها في بلايص اخرين، وفين غتخسرها؟ الصلاه. الا خسرت لك الصلاه اش باغي تقاد لك مازال؟ روى مالك في الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب الى عماله فيقول: ان اهم امركم عندي الصلاه، فمن حفظها وحافظ عليها كان فقد حفظ دينه. اش يقول سيدنا عمر؟ تحافظت عليها، راه حافظت على الدين ديالك كله. ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. وعندك الظن انت الان الغريب شنو هو الانسان؟ شنو يقول مع راسه؟ تيقول تيهضر معايا انا بعدا تنصلي، ويهضر مع ذوك اللي جالسين في القهاوي ولا تيديروا. لماذا تقارن نفسك بالسفله؟ لماذا تقارن نفسك بالذين يتعرضون لمقت الله كل وقت؟ هذا انت يعني شوف، ربي سبحانه
إذا لم تأته بشيء على ما أراده هو فكأنك لم تأتي به. مشان خصك تفهم، إما دير الحاجة كيما بغاها سيدي ربي، إذا درتيها بالنسبة لك قدرتيها، ولكنك لم تأتي بها كما أراد الله فكأنك لم تفعل. ألا تسمعون قول ربنا فاستقيم كما أمرت؟ هذا تيخلط به النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يستقيم كما يشاء، بل لا يستقيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما أمر. وإحنا ومن تاب معك فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك. شوفوا هذا، أنا اللي قلت لكم هالقضية، هذه المسألة التي إذا فعلت الشيء لكنك فعلته على غير الوجه المراد شرعا فكأنك لم تفعله، هذه النبي صلى الله عليه وسلم درها الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. رواه البخاري ومسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى صلى جت ركعات، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيفاش لم أصلي؟ أنا بعينك شفتيني، ها التكبير، ها الركوع، ها واحد الانحناء والقيام منه والخرور للأرض، قال لي فإنك لم تصلي، فجعل ذلك الشيء الذي كان يفعله ذلك الرجل كالعدم. هالشيء اللي قلت لكم أنا، إذا فعلت الشيء على غير ما أراد ربك فكأنك لم تفعل. خرجتي الزكاة ماشي كما بغى سيدي ربي، ما خرجتي والو، حجيتي ماشي كما بغى سيدي ربي، ما حجيتيش. إذا طبعا إذا خالفت، أنا قلت لكم في الأول، إذا خالفت ما يجعل شيئك عبادة، ما يجعل عبادتك عبادة، صافي ما كاين والو، منها استقبال القبلة. قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أتم لكم الحديث في الجمعة الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. فرجع الرجل فصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إلى غير هذا الشيء أكو، هذه ماشي صلاة. فقال الرجل في الثانية أو الثالثة، يا رسول الله علمني ما أحسن غير هذا، أنا شي تعرف فعلمني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما معك من بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن سجدة، إلى آخره. وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. شوفوا هذه الكلمة، هذه إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذه ثم استقبل القبلة جعلت العلماء يجمعون، ما عندوش خلاف، أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. ما معنى شرط في صحتها؟ يعني القادر على استقبالها، لأنهم يقولون هو شرط في صحتها لكن مع القدرة والأمن. يعني واحد الإنسان خايف، كاين شي شفار ولا شي عدو أو محارب أو كذا، خايف لا شد واحد الاتجاه ولا مخبي مرشحيت وبقى تما، راه خايف ما حد هذاك العدو ديالو تما هو مخبي، الا استقبل القبله غيشوفو. هذا قالوا يجوز ان يصلي وان لم يستقبل القبله. شي واحد مريض في الفراش تيتحركش، ما يستطيع ان يتحول، يصلي ولا يستقبل القبله، ولكن انت قادر، انت امن، فصليت من غير ان تستقبل القبله. العلماء جميعا يجمعون على ان صلاتك باطله، ومن هذا ماشي كله نوضو نقول استووا والناس تبع الزنقه. واش هذا بعقله اللي تيدير هذه الخدمه؟ بعقله؟ واش انت كتشفق على راسك؟ والمشكله صليتي دابا، واش انت جيتي للجامع وتوضيتي ودرتي وفي الاخر امور تستهان بها؟ شو واحد القضيه، يروي مالك واحمد عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. عهد.
ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الآن شوف، أنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى قوله صلى الله عليه وسلم استخفافا بحقهن، ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن. الآن هذا الذي يضيع استقبال القبلة تبان ليه شنو المشكل كاع؟ أنا تيقول لك المهم أنا صليت، ها شوف هذوك اللي ما صلاوش. الفرق بيناتكم بينك أنت اللي بالنسبة لك صليتي، وبالنسبة وهذوك اللي ما صلاوش، أن أنت أتيت بحركات وهما ما داروش. ولكن إذا كنت قادر على استقبال القبلة فلم تستقبلها فأنت ومثلهم سواء، جميعا لا صلاة لكم. وهذه أمور كنت تفهموها، هذه أمور ليست، هذا ليس هزلا، هذا دين، هذا دين. كانت عجائزنا أيها الناس، كانت العجائز الأميات يحتط في أمور الديانة، ولا سيما في الأركان يتحتاط. ما امرأة عامية، امرأة ذهبت لتحج، فلما جاء وقت رمي الجمار قالها هي امرأة عجوز ومثلها يترخص لها، مثلها تستحق الرخصة، سافر غتنوب على شي واحد. قال لها واحد صاحب ولدها، المهم أنا نرمي عليك. قالت ليه؟ أنا لا أتلاعب بديني. يعني هذه من أغرب ما أسمع، جعلت من التلاعب بالدين ديالها أنه هي قادرة تهزي يديها وتأخذ حجرها وديراكو رغت تمشي بالكروسة وغت توصلت لحد الحيط وديراكو. هذا العجائز، وهذا زعما اللي هو المهم. يا معشر المسلمين، ليفق مرء على نفسه، كلكم يعلم، ومن لم يكن يعلم فليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن خابت فقد خاب وخسر، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ألست تحب أن تكون من المفلحين المنجحين؟ من منا لا يرغب؟ إيوا هادي، استقبل القبلة، يعني الأركان والشروط هذه خصك تعذر فيها نهائيا، ما تعذرش فيها. استقبل القبلة، نستقبلها. شوف، أحدنا يكون في سفر ويجي وقت الصلاة، الناس نوعان في هادشي، كاين اللي غادي خصو يبدا يشوف كيفاش يدير باش يعرف القبلة. أنت في الغابة مع وليداتك، ولا أنت في شي سفر وجا وقت الصلاة ونزلتي باش تصلي، ماشي في جامع، ماشي في خلا، كي غادير تيجي ضد الفهيم تيقول وأينما تولوا فثم وجه الله. ألف واش تفقيه؟ واش تفسر القرآن؟ وأنت تيقول لك الناس استقبل القبلة قلب عليها صافي. فإن اجتهدت فاستقبلتها فقد صلاتك صحت، فإن اجتهدت فلم تستقبلها، اجتهدت وأخطأت صلاتك صحيحة، لكنك إن لم تجتهد وصليت وأخطأت فصلاتك باطلة. فاقدروا الأمر قدره رضي الله عنكم، اقدروا الله، اقدروا هذا الأمر قدره. كما قلت لكم، الأمور اللي هي ضرورية الصلاة هذه ما خصكمش تسهلوا فيها، استقبال القبلة، طهارة الثياب، طهارة البدن، طهارة من الحدث، الأركان، الركوع، السجود، والقراءة، هذه أمور ما خصش فيها التسهل. وفيما لم يوجبه ربنا سعة، أما هذه المسائل إن شاء الله يصفق على نفسه. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واخرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا، تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.